اطباء بيحكوا الماني وانا بس بحكي عربي فقط عربي او انجليزي، وبدي طبيب مرضت وبدي طبيب يفهم علي ويفهم علي وما بدي اخذ مترجم معي. مش كل واحد بحب ياخذ مترجم معه، شي شغلات خاصه صحه خاصه جدا. نوصل المعلومات المهمة للمغتربين الجدد اللي اجوا على للمهاجرين الجدد اللي اجوا على النمسا، خاصة على فيينا. اليوم مثلا المحاضرة رح تكون هي عن الصحة، شو هي خدمات كارت التأمين الصحي، وين في استعملها، كيف عند اي طبيب في استعملها. المهمة الضرورية جدا إيصال المعلومة الصحيحة للجالية العربية الموجودة بالنمسا. استفدت ان انا ليا تأمين، وان انا ازاي اعرف اتعامل مع ان انا ادور على دكتور بيتكلم باللغة الام بتاعتي، والمعلومات اللي انا ممكن اقدر احصل عليها عشان انا لسه جاي جديد هنا، هو ما كنتش اعرف اي حاجة عن المعلومات دي خالص يعني، فاستفدت ان انا جيت هنا. عنا 20 لغة منقدم فيها نفس المحاضرات للجاليات الأخرى، مثلا عنا بالإنجليزي، عنا بالتركي، عنا بالهندي، بالبنجابي، بالسربي، بالكرواتي، عنا 20 لغة. واللغات الأوروبية الأخرى مثل الروماني، البولوني، التشيكي، عنا منقدم بـ20 لغة. والإنجليزي للغات للأشخاص اللي لغاتهم قليلة جداً، مثلاً مثل الفيتناميزي أو التاغالوغ تبع الأهل الفلبين. اللغات الأخرى اللي ما موجودة عندنا منقدمها بالإنجليزي. حبيت أتعرف على النظام الصحي بالنمسا بما أنه أنا دارسة اختصاص أشعة، فنية أشعة. حبيت أستزيد من المعلومات وأتعرف على النظام هنا، مشان إذا حدا احتاج لمساعدة كون أنا مرشدة يعني بالخط الأول للناس. البيلدونغ غوتشاين هو بطاقة مساعدة مالية للمغتربين الجدد اللي بيجوا على النمسا، بالأخص على فيينا اللي هو اسمه فيينا بيلدونغ باس. في موجود بقلبه 300 يورو 3 أرصدة، كل رصيد 100 يورو. بتساعدهم منشان الاندماج، لأنه بعد سنتين عندهم وقت سنتين من دخولهم على النمسا، من أخذ أول إقامة عندهم وقت سنتين منشان يقدموا شهادة A2 اللي هي A2، ونوع اللغة النوع الشهادة لازم يكون أو نوع الامتحان لازم يكون EEF، لأنه كمان فيها التاريخ النمسا والديمقراطية وغيرها. فبعد سنتين لازم يجيبوا شهادة الأطفال ليجددوا إقامتهم، بعد سنتين ياخدوها لثلاث سنين، ونحن منساعدهم فيها مساعدة مالية جنب رصيد آخر اللي بيجيهم من وزارة الداخلية اللي هو كمان للأطفال للإثنين، حسب قديه هن بيصرفوا بيجيهم. إذا للكورس اللي هن زاروا بيجيهم 50% إلى أقصى حد 750 يورو. اللي عنده مجبور لازم متعهد للاندماج موقع ماخذ الإقامة إقامة لم شمل، فبيستفاد بيجي. إذا مرات هني بيكونوا جايين وأخذين الإقامة وما عندهم علم، ما عندهم فكرة عن هذا الرصيد، فمن خلال الندوة منخبرهم نحن، بيشوفوا غير زملاء موجودين وعندهم إياه، فبيسألونا من وين هيدا وكيف مناخده، وأكيد منعطيهم المعلومة، منعطيهم مواعيد، وبيجوا لعنا منعطيهم هيدا الدفتر اللي فيه 300 يورو للغير أوروبيين. للأوروبيين اللي تابعين للاتحاد الأوروبي بيجين 150، لأنه غير مجبورين أنه يجيبوا شهادة بعد سنتين للأطفال. ممكن إذا بدي يسافر على بلد أوروبي ضمن الاتحاد الأوروبي، كيف ممكن يكون هو مأمن عليه ضمن دول الاتحاد؟ إذا بلغ من العمر 18 سنة ممكن هو يكون له حق أنه يعمل كنترول كل سنة؟ إذا عمل عملية ممكن يكون كمان له حق أنه يعمل استشفاء أو نقاهة بمركز الكور، طبعا عن طريق الهاوس آرت طبيب العائلة. هالمعلومات كلها هي غاية في الأهمية، لازم كل حدا لاجئ وقادم جديد على النمسا يحصل عليها، وهالمحاضرات تتوفر المعلومات المهمة والرسمية، المصادر الرسمية والحقيقية الموثوقة.
في صعوبة إنه نوصل للأشخاص أو الأشخاص يعرفوا عننا إنه نحن موجودين ومنعطي هاي المحاضرات. ها هي التحديات، ونحاول نحن منعمل عن طريق الفيسبوك. بدعي جميع الناطقين باللغة العربية بهاي الحالة يجوا لعنا يتفضلوا ب 14/1/2023 على الفولكسهوشولة بالأرتابة بلاتس 18 بالحي العاشر الساعة 2:30 لمحاضرة فعلا مهمة جدا. إذا كنت موظف في بيجيني إيجابيات كتير، في كمان مساعدات مالية من غرفة التجارة مثلا، هون رح يوصلوا، أو تدريب مهني إضافي بيساعدني لتحسني بالعمل.